يا اخي لا تصور معي وإذا وإذا فنان يا اخي لا تصور معي. طيب ايش يا اخي تحبني وش اسوي لك انا؟ ناس كتير عيونها كانت بتتابع الموقف وبتحاول تفهم اكتر، بس ده ما طولش كتير ابدا. ماني مجبور. اللهم صل وسلم. صل عليه. ايش المشكله؟ ما في مشكله ان شاء الله. كل ليله هلا اذكر الله. لا اله الا الله. صل على محمد. الدنيا بسيطه ما تحتاج الى صح. وسع صدرك. تواضع للناس. يا تواضع للناس ما عندي مشكله. بشر مثله. تسمع ايش رايك عشاني؟ إيه؟ انا بصورك وشوفك. خلاص يا رجال رفض الرجال ما هو قصدي. بس يا اخي انا اتابع دايم وهو مشهور المفضل. خلاص اسمع لي عشان خاطري. مجبور اني انا اصور. مين يقول مجبور؟ لا, لا انا حبيبي محب للناس يا اخي، الناس يحبوني. بس برضو انا مش مجبر، انا جاي اخلص شغل. ما كانش لاقي اي كلام يقوله فعلا. وش فيك؟ ها؟ وش فيك؟ ازعجني الولد. ازعجك ليه؟ من حضرتك توم كروز انت ولا وش؟ لا بس لحقني مره. لا تنافخ عليه، لا ترفع صوتك عليه. يعني انت مشهور يا انا من ساعه تصور معي. صوت فضل الله فضلنا وصلين المرحلة هاي. مشهور على نفسك. شله مش ما وش شله شله وراح الرجال بكيفه بيمشي ومتى ما يبي. وانت وش هو طالما انه واقف عندي بيزعجني. مالك علاقه مالك علاقه يزعجني مالك علاقه. وين جايك مصورك في بيتك محلك الخاص؟ لا انا بمشي هو خليه. شكرا لك.